أسبقها قبل يعني أخذ المكان عليها. جيد. طيب دكتور صالح، طبعا دكتور فيصل صالح سأل على موضوع، طبعا أنا ودي أسأل، هل هناك فرق بين الاختبارات التحصيلية واختبارات القدرات؟ يعني هل هناك تفصيل بينها في الاختبار؟ طبعا في فرق، يعني اختبار القدرات واختبار لقياس المهارات العامة أو الاستعدادات للتعليم، اللي زي ما شرحت من شوي أنه قدرته على الاستنتاج والاستنباط وربط الأشياء مع بعضها طيب. في محتويين، محتوى لفظي اللغة العربية ومحتوى رياضي. المحتوى الرياضي